جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوهما، بل كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.